مبروك للأهلي وكل الأهلاوية، وطبعا أعصابنا اتوترت كتير في ضربات الجزاء، بس طبعا كده الفوز كان طعمه أحسن يعني. الحمد لله. صحيح، كانت ضربات الجزاء يعني حرب أعصاب، ولكن اخطبوطنا الجميل البطل الشناوي كان على قدر المسؤولية، وهو كل اللعيبة الحقيقة اللي دايما يعني رفعوا رأسنا وشرفونا وحققوا للنادي وللبلد إنجاز تاريخي نتمنى إنه يتكرر مرات ومرات، وإحنا بإذن الله هنشوفهم من جديد هنا في الدوحة في كأس السوبر الأفريقي ويفرحونا من جديد ونشجعهم برضه من جديد ونقف وراهم، وبإذن الله تعالى نتمنى برضه إن إحنا نفرح بمنتخبنا في كأس العالم هنا في قطر 2022، وتكون بطولة جميلة وإنجاز أجمل بإذن الله يا رب. لو فيه لعيب من النادي الأهلي نفسي أقابله، فأنا الحقيقة نفسي أقابلهم كلهم واحد واحد وأشكرهم على إنجازهم الأسطوري وعلى الوجبة الكروية الرائعة اللي قدموها لينا كجمهور عاشق للنادي، ولكن لو لازم اختار واحد فاكيد هو يعني اخطبوطنا الجميل الشناوي الرائع المتميز البطل، مش لانه جول كيبر عظيم بس، ولكن لشخصيته القياديه كمان ولاسلوبه المتميز في قياده الفرقه، ان هو مجرد اكتر من حارس مرمى، يعني هو مايسترو بيحرك كل الفرقه من ورا، وانا احييه واحيي كل الفريق والله على يعني هذا الانجاز التاريخي.